السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الثامن الجزء الثالث من دروس كورس Document Control in Construction Sites. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن Submittals أو التقديمات. في الدرس الثامن الجزء الأول والدرس الثامن الجزء الثاني عرفنا يعني إيه Submittal، وعرفنا إيه هو الغرض اللي بنقدم عشانه Submittal، وعرفنا إيه هي أهم الحاجات اللي بنقدمها في Submittal، وعرفنا الورك فلو الخاص بالسبميتال، وعرفنا الديفرنت اكشنز اللي ممكن الاستشاري ياخدها على السبميتال، وعرفنا يعني ايه اكشن، وعرفنا ايه معنى او معاني كل الاكشنز دي، وعرفنا القيمه الاداريه الخاصه بالسبميتال بالنسبه للاستشاري والمالك والمقاول. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن النقطه 8 والنقطه 9. هنتكلم ايه هي الامبورتنت داتا اللي بتكون موجوده في السبميتالز، وايه هي الامبورتنت انفورميشن اللي احنا نقدر نكتسبها من السبميتلز. نبدا بالامبورتنت داتا اللي المفروض تكون موجوده في السبميتلز بشكل اساسي. اول حاجه عندنا اسمها الريفرنس كود. الريفرنس كود هو عباره عن رقم بيعبر عن السبميتل اللي احنا بنتكلم عنه، بحيث ان يكون الريفرنس كود ده يونيك يعني فريد لا يتكرر. طيب بيكون ايه الفورم بتاعته او بيتكتب ازاي؟ بص بقى، عندك انت عندك السبميتال بيقدمه مقاول للاستشاري في مشروع معين، خلاص، وبرقم معين. جميل. يبقى عندك تكوين الريفرنس كود الخاص بالسبميتال بيبقى عبارة عن اختصار لاسم المقاول باك سلاش، اختصار لاسم الاستشاري باك سلاش، اختصار لاسم المشروع او كود يكون متعارف عليه في الموقع ان ده كود المشروع باك سلاش، بعد كده صب دي اللي هي اس يو بي اختصار سبميتال عشان نبين ان المستند ده هو ايه سبميتال، اس دي باك سلاش، بعد كده اس اختصار سيريال، وبعد كده باك سلاش يونيك نمبر، عايزين رقم ما يكونش بيتكرر مرتين، يعني ما ينفعش يكون عندي تو سبميتلز او اتنين سبميتلز مختلفين ليهم نفس الرقم، ده مرفوض في الدوكيمنت كنترول سيستم. يبقى انت عندك اول داتا لازم تكون موجوده في السبميتل هو الريفرنس كود، وبيكون ده الفورم بتاعته، اختصار لاسم المقاول، اختصار لاسم الاستشاري، اختصار لاسم المشروع او كود المشروع، بعد كده اختصار للسبميتل نحط اس يو بي ده الاختصار المتعارف عليه عندي بالنسبه للسبميتلز، وبعد كده بنحط اس اختصار كلمه سيريال، وبعد كده يونيك نمبر رقم ما بيتكررش مرتين. طيب عندي تاني نوع من انواع البيانات المهمه معانا اللي هو تاريخ ارسال السبميتل. انا دلوقتي السبميتل ده بعته للاستشاري في تاريخ معين، لازم احتفظ بالتاريخ ده واكون كاتبه عندي في السبميتل عشان ابقى عارف وانا باجي اعمل تقاريري وبراجع انا السبميتال ده قدمته يوم ايه. ماشي. بعد كده عندي الريفيجن نمبر. ايه بقى الريفيجن نمبر ده او الفيرجن نمبر حسب ايفر؟ احنا خدنا في الدرس الثامن الجزء الثاني تقريبا ان في مجموعه من الاكشنز الاستشاري بياخدها على السبميتال، من ضمن الاكشنز دي في حاجه اسمها اكشن سي، وده بيكون معناه ان انت يا مقاول مقدم لي حاجه، انت كمقاول قدمت لي حاجه، بس الحاجه دي ما ينفعش اعتمدها لك للملاحظات اللي عليها لا ترقى لدرجه القبول، لازم تعدلها وتقدمها تاني وانا ساعتها هقبل الايه السبميتر. طيب يعني ايه الكلام ده؟ طيب مش هينفع نفرض انا قدمت السبميتر ده برقم واحد، يعني كتبت اسم المقاول واسم الاستشاري والكود وي في الاخر رقم السبميتال عندي كان كام؟ كان واحد، بس السبميتال ده كان عليه ملاحظات واترفض خد سي، وانت عايز تقدم نفس السبميتال تاني عشان خاطر تاخد عليه ابروفال بعد ما عدلت الايه الملاحظات، هتقدمه ازاي؟ هتقدمه برقم جديد؟ طب ده راح فين القديم ده؟ رقم واحد راح فين؟ ما ينفعش. وبرضو عشان تثبت لنفسك كمقاول انك انت ايه اشتغلت، او تثبت برضو للمالك او للاستشاري انك انت كنت شغال وحصل تعديلات او حصل ملاحظات فقدمت سبميتال تاني، يعني باختصار ما يبانش انك انت ما بتشتغلش. طيب
فبالتالي نعالج العمليه دي ازاي؟ احنا عندنا الرقم لازم يكون يونيك، يعني ما ينفعش يتكرر مرتين. في نفس الوقت عايزين نثبت ان احنا اشتغلنا. قال لك خلاص الحل الوحيد هو ايه؟ الفيرجن نمبر او الريفيجن نمبر. رقم الاصدار او رقم المراجعه ده بيبقى عباره عن رقم بنحطه جنب الايه؟ رقم السبميتال ده. طب ممكن نكتبها كده ونشوف بتتكتب ازاي. هناخد ده كده اهو كده مثلا، هيبقى عندك نفس الرقم، يعني لو عندك هنا رقم واحد هيبقى رقم واحد وجنبيها هتقوم كاتب R1، يعني ده الاصدار رقم واحد من السبميتال ده. طيب فلنفرض السبميتال رقم R1 ده اترفض برضه، هتبقى عامل سبميتال تاني وسميه R2. هيبقى عندك ساعتها ايه بقى؟ اكتر من مراجعه، اكتر من ريفيجن او اكتر من فيرجن لنفس السبميتال. هو ده المقصود بالريفيجن نمبر او الفيرجن ايه؟ نمبر. طيب رابع بيان مهم عندي يكون موجود في السبميتال حاجه اسمها الديسكريبشن. الديسكريبشن ده هو عباره عن توصيف بسيط يوضح انا باعت ايه في السبميتال ده. يعني على سبيل المثال لو انا باعت لوحه خاصه باعمال الاساسات في المنطقه اكس، فهقوم كاتب كده شوب دروينج فور زون اكس فاونديشن، يعني باعت لوحه لاساسات المنطقه اكس. هو ده المقصود بالبريف ديسكريبشن اوف ايه؟ اوف سبمشن. الايتم نمبر، الايتم نمبر او رقم البند في مقايسه الاعمال بنكتبه عشان خاطر يساعدني سواء كان مقاول بقى او استشاري او مالك في ان انا اعرف ده بتاع ايه. يعني انا مقدم السبميتال ده، ده تحت انهي بند؟ مقدم السبميتال ده او نتيجه الاختبارات دي او ايا كان تحت انهي بند؟ ده بيبقى يعني فاليبل قوي في عمليه الديلي اناليسيز والكليمز وانك تقدر تتابع الورك بروجريس بتاع المشروع بتاعك. فالايتم نمبر بيان مهم جدا يفضل انك تحتفظ بيه عندك كنوع من انواع البيانات في السبميتال بتاعك. طيب نخش على نوع البيانات السادس المهم نحطه في السبميتال عندنا، حاجه اسمها السبميشن تايب. يعني ايه السبميشن تايب؟ احنا عارفين ان انت البيبر ايشوز اللي اتكلمنا عنها في الدرس الثامن الجزء الثالث اتكلمنا ان في مجموعه من الحاجات كده بنقدمها في الايه؟ في السبميتال، اشهر الحاجات. الحاجات دي عايزين نعمل لها كلاسيفيكيشن، عايزين نعمل لها كلاسيفيكيشن. انك انت عن طريق الديسكريبشن لوحده مش هتعرف تعمل كلاسيفيكيشن، لكن لو جيت مثلا حطيت الشوب دروينج عملت له كده ايه بيان، يعني مثلا السبميتال ده شوب دروينج، فقمت عامل حاجه كده تبين ان ده شوب دروينج. اللي انت قدمته ده مثلا تايم سكيدجول، فتقوم عامل حاجه تبين ان انت قدمته ده تايم سكيدجول. اللي انت قدمته ده مثلا تيست ريزلتس او نتائج اختبارات، فتعمل حاجه كده تبين ان ده تيست ريزلتس. فده برضو نوع من انواع البيانات مهم جدا. وبالمناسبه ما تقلقش الحاجات دي هتبان اكتر واحنا بننفذ الدرس الجاي عملي ان شاء الله على البرنامج، هتلاقي الموضوع واضح معاك اكتر يعني. طيب عندنا برضو الورك تايب، نوع الاعمال. انت عندك مشروع الانشاءات زي ما قلنا قبل كده بيكون فيه اعمال كتير جدا زي اعمال الانشائيه واعمال الميكانيكا واعمال الصحي واعمال التكييف و و و بنحتاج نعمل يعني برضو كلاسيفيكيشن للاعمال دي. ان انت عندك الشوب دروينج هتقدم لاعمال التكييف شوب دروينج، هتقدم لاعمال السباكه شوب دروينج، هتقدم لاعمال الانشاءات او الاساسات شوب دروينج، هتقدم للاعمده شوب دروينج. فيفضل الاعمال دي تكون معمول لها كلاسيفيكيشن على جنب، بحيث انك لو حبيت تطلع تقرير مثلا عن الاعمال المعماريه فتقدر بشكل ما هنشوفه على البرنامج ان شاء الله ازاي تعمل التقرير ده. جميل. برضو الزون نيم، انت عندك المشروع مش بيبقى حته صغيره كده وهتطلع مبنى، لا يعني احيانا المشاريع بتبقى على مساحه كبيره جدا من الايه؟ من الامتار المربعه. فبالتالي بتحتاج يبقى عندك تقسيم للمناطق، تقسيم المناطق ده اللي بيعمله المهندسين مش شغلك انت كدوكيمنت كنترول، ولكن مطالب عندك في بيانات السبميتال
تكون عامل مكان للمنطقة اللي مقدم عشانها سبميتال. يعني على سبيل المثال لو مقدم للمنطقة مثلا اكس واحد مقدم لها شوب درونج، يفضل بدل ما تكتب الكلام ده في الديسكريبشن بس، لا تعمل عمود تاني كده تبين فيه ان السبميتال ده متقدم كشوب درونج للمنطقة الفلانية. وبرضه هنشوف الكلام ده واحنا بننفذ الايه عملي على البرنامج. برضه من ضمن البيانات المهمة اسم المهندس، اسم مدير المشروع، اسم مدير المكتب الفني. البيانات دي تبقى مهمة، يعني اسم المهندس عشان تقدر تتابعه، تقول له انت عندك كذا مفروض تخلصه، عندك كذا مفروض تقدمه تاني. مدير المشروع برضه معلومة مهمة، لان انت ممكن يكون عندك مشروع على مدار 10 سنين يتغير مدير المشروع اكتر من مرة، فانت بتحتاج تعرف كل فترة مسك فيها مدير المشروع كان المشروع ماشي بشكل عامل ازاي. التكنيكال اوفيس مانجر برضو من ضمن المعلومات المهمه جدا اللي المفروض تتحط في السبميتال. وعندنا الاكشن اوف سبميتال، دي اتكلمنا عنها خلاص وعرفنا عن ايه اكشن. والريتيرن ديت اوف سبميتال، الريتيرن ديت اوف سبميتال ده مهم قوي عشان خاطر يبين لك المده اللي تم اعتماد السبميتال فيها. افرض الاستشاري اتأخر في اعتماد سبميتال، والاعتماد بتاع السبميتال ده كان مبني عليه اعمال موجودة في الكريتيكال باس او المسار الحرج بتاع المشروع، فبالتالي ده هيأثر على مدة المشروع. فبالتالي انت محتاج تعرف البيريود اللي تم اعتماد السبميتال فيها عشان يبقى عندك معلومة تقدر تدعم بيها مهندس التخطيط بعد كده في الكليم بريبريشن. لو عايز يقدم مطالبة، لا انا اللي اخرني في الاعمال دي هو ان الاستشاري اعتمد الحاجة دي متأخر، فانا كمقاول كنت عايز اشتغل بس الاستشاري هو اللي اخر الاعتماد، فبالتالي سمع معايا في بقية الايه المشروع. فدي معلومة مهمة جدا لازم تعرف. بالمناسبة حتة البيريود اوف ابروفال دي او مدة الاعتماد بتختلف، ممكن بعض المشاريع بيتم الاتفاق عليها تعاقديا ان الاستشاري ليه الحق الرد على السبميتال شوب دروينج مثلا في مده قد كذا، واحيانا ما بتتكتبش في التعاقد، وساعتها بنضطر نرجع للفيدك بحيث ان بيكون طبقا الفيدك يعني 14 يوم ان الاستشاري من حقه 14 يوم بس يرد فيهم على الايه على السبميتال. جميل. اخر حاجة معايا مجموعة من النوتس. الاستشاري مثلا رفض حاجة، فاللي رفضوا الاستشاري ده رفضه عشان مجموعة من الملاحظات. هو يفضل بشكل كبير انك تحتفظ بالملاحظات دي عندك، يعني يكون في السيستم بتاعك مكان الملاحظات دي، يعني بتنفع، يعني الواحد شافه يعني بتنفع تعرف السبميتال ده اترفض ليه، هل اترفض تعنت من الاستشاري ولا اترفض عشان عنده حق فعلا. بتخليك بعد كده تقدر تدي معلومة للمهندسين، لو انت مقاول يعني تدي معلومة للمهندسين تقول لهم خدوا بالكم انتوا الحاجة كانت بتترفض عشان خاطر كذا، فتحاولوا تتجنبوها في التقديمات الجاية. جميل. عفوا. طيب ايه بقى هي الامبورتنت انفورميشن اللي انا ممكن اكتسبها او استخرجها من السبميتال؟ على سبيل المثال الحصر، الكلام ده على سبيل المثال للحصر، يعني وفق كل ذي علم عليم، فممكن ناس تانية يكون عندها معلومات مش عندي، ولكن خبرتي البسيطة دي الحاجات اللي انا اكتشفت ان هي من اهم الحاجات اللي ممكن او اهم المعلومات اللي ممكن استخرجها من السبميتال. اول حاجة الستيتس اوف ابروفلز. الستيتس اوف ابروفلز بتفيد متخذ القرار في المشروع يعرفه عملية الاعتماد ماشية كويس ولا بيترفض لهم شغل كتير. ما لو انت ماشي كويس فانت خلاص مش محتاج تعمل اي ايه تعديلات على شغلك، لكن لو الرفض بشكل كبير ساعتها محتاج تعيد النظر في استراتيجيتك. ليه احنا بيترفض لنا الشغل ليه؟ طب هل في حاجة غلط فني؟ طب مين المهندس اللي بيترفض شغله؟ طب بيترفض شغله ليه؟ ابدأ اتابع المهندس ده، انت ايه مشكلتك يا باشمهندس؟ ليه حاجة بترفض بتاعتك كتير؟ ايه اللي بيحصل؟ فتبدأ يبقى عندك صورة واضحة للستيتس اوف ابروفلز
فبناء عليها تاخد قرارك السليم وتعدل المسار بتاعك. طيب البيريود اوف ريسبونسز، ودي اتكلمنا عنها ان هي مهمه جدا في عمليه الايه الكليم بريبريشن. التكنيكال اوفيس بيرفورمانس، انت ممكن تعمل بعض الاحصائيات على الدوكيومنتس دي فتعرف المهندسين دول في الفتره دي طلعوا حاجات قد ايه، طلعوا مثلا رسومات تنفيذيه قد ايه، طلعوا حصر كميات قد ايه، وتشوف هل ده فعلا مناسب للمشروع والظروف اللي هو فيها ولا لا. ممكن عندك المشروع يكون كيرف الشغل فيه هادي شويه، فساعتها ممكن تلاقي الشغل طالع بسيط فده عادي، لكن الشغل المفروض في الفتره دي يكون ماشي بسرعه جدا. ليه؟ الحاجه اللي بتخرج من المكتب الفني قليله، ساعتها لازم مدير المشروع يعرف المعلومه دي عشان يبدا يصحح الايه المسار بتاعه. الريجكشن تايب، بص بقى، بيبقى عندك الاستشاري في بعض الاحيان بيتعنت، يبدا يرفض الحاجات بشكل غير منطقي زي بيقولوا كده ايه، بتلكك لك علشان خاطر ينفذ غرض او يضغط على المقاول في حاجه ثانيه. طبعا ده حاجه غير اخلاقيه يعني، لكن ما علينا. فيفضل انت كمقاول، بالذات انت كمقاول، تحتفظ بالمعلومات دي لنفسك، تحتفظ بالمعلومات دي لنفسك، وانت كاستشاري برضه تحتفظ بيها. فلنفرض المقاول بيقول لك انت بترفض الحاجه دي تعنت، وهي مش تعنت ولا حاجه، فانت برضه يكون عندك المعلومات دي محتفظ بيها، تقدر ترجع لها عشان تقدر تعرف سبب الرفض كان، او الريشن تايب، نوع الرفض، انت رافض عشان خاطر سبب فني ولا سبب اداري ولا تلكيكه. جميل. طبعا الكلام ده كله احنا شرحناه والدش احنا دشيناه ده كله، انا عارف ان هو نظري وشيء مش لطيف، ولكن ان شاء الله ان شاء الله في الدرس الجاي هنتكلم بشكل عملي على البرنامج، وهنطبق بشكل عملي على البرنامج اللي هو ده، هنطبق عليه بشكل عملي، وهنشوف كل الكلام اللي احنا قلناه هنا ده بشكل عملي ان شاء الله. كده احنا خلصنا النهارده الدرس ده، معلش كان طويل شويه، ولكن ان شاء الله في الدرس الجاي هنطبق عملي، وكل حاجه هتبقى واضحه بشكل سليم ان شاء الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.